بيعمل ريكوردينج. اخر حاجه اخر حاجه اخذناها اولاد كانت بيج 20 صح كده؟ يا مستر خلصناها، خلصنا بيج 20. درال 21 طب يلا نبدا مع بعض كده في بيج 21. يلا اول اكسرسايز معانا هنا طبعا ماتشنج، الباقي كله سهل ان شاء الله. بيقول لك هنا 4 ones and 900. طبعا مطلوب مننا ان احنا نكتب النمبر، فانت هتكتب مثلا لو انت مش عارف تكتب النمبر هتكتب او تي اتش. او اللي هي الوانز، الوانز هنا عندنا كام؟ 4. التنس، التنس مش موجوده، فطبعا هنحط ديسمال بوينت 0، وال9 دي نحطها في ال 100، فهتبقى الاجابه 499. ايه السؤال اللي بعده؟ جايب لنا هنا 2 تنس 3 تنس 9 تنس. حضرتك هتجيب السم للنمبرز دي كلها، هتبدا تكتب التنس في الدينومينيتور، وهتقول 2 بلس 3 5، 5 بلس 9 ايكوالز 14. مستر ده امبروبر فراكشن بدور عليه، ما تلاقيتش الامبروبر فراكشن، فهنعمل له كونفرت انتو ديسيمال، وفي حاله الكونفرت انتو ديسيمال هنكتب الدينومينيتور عادي جدا. حضرتك هتسال نفسك ال 14، ال 14 فيها كام 10؟ فيها 10 واحده بس. طب ما ناخد من ال 14 10، هيتبقى لنا كام يا مستر؟ 4. هتقول الإجابة الأخيرة. مستر السؤال اللي بعده بيقول لك the decimal number represents the shaded part in this model. طبعا احنا عندنا هنا one hole، هتكتب one hole decimal point. decimal point بعد كده تبدأ تكتب عدد البارتس اللي في الموديل التالي. طب هما 1 بارت، فهتكتب 1 في التنس، لأن الموديل ده خاص بالتنس متقسم 10 بارتس، فالإجابة هتبقى 1.1. السؤال بعده جايب لك هنا ميكسد نمبر، طبعا 100 الدينومينيتور 100. هنبص في الإجابات، هل هو طالب امبروبر؟ مفيش امبروبر، يبقى أكيد هو طالب الكونفرت انتو ديسيمال. هذاك convert into decimal، هتكتب ال 5 اللي في النيميريتور، الديسيمال بوينت افتر 2، هذاك هتزود 0 عشان يبقى معايا 2 ديجيتس، تبدا تحط الديسيمال بوينت وتكتب في الاخر 10، فالاجابه بقت 10.05. السؤال الاخير اكيد هو هيبقى النمبر الاخير، بس تعالى نتاكد منها. هذاك هنا عندنا 40 هندردز، و يقول لك ايكوالز هاو ميني 10. طبعا الدينومينيتور هنا يا شباب حصل لي ديفايد 10، كنسل 0، فلما نكنسل 0 من الدينومينيتور نكنسل كمان 0 من النيميريتور، فهيتبقى لنا 4، فالاجابه هنا هتكون 4. السؤال اللي بعده مستر جايب لك هنا بروبر فراكشن، والبروبر فراكشن حبيب قلبي ملوش صوره ثانيه الا ايكويفالنت كديسيمال، او ان انت تزود زيرو في النيميريتور وتزود زيرو في الدينومينيتور، يا اما تحوله ديسيمال. طب ندور كده في الاجابات اللي عندنا مستر، دي اكسباندد فورم، دي ميكسد نمبر مش تبعنا، ودي برضو مش تبعنا. طب تعالى يا مستر نحوله ديسيمال. هو السؤال ده فيه حاجه من الاثنين يا ولاد، خلي بالك السؤال ده فيه غلط، يا اما هو هنا كاتب 3 هولز والاجابه هتبقى الثانيه، يا اما هو هنمشي زي ما هو عامل مفيش هول خالص، فهيبقى النمبر دوت 0 هول اند 2 تنس، يبقى كونفرت انتو ديسيمال للنمبر ده، هتكتب 2 في التنس وتحط ديسيمال بوينت والهول هيبقى 0. طب افرض يا مستر حط لك في الامتحان الهول، الهول 3 عادي، يبقى 3.3 اللي هي الاجابه اللي معانا دي، مفيش مشكله فيه. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا فاليو، طبعا الفاليو بنكتب النمبر، طبعا يا مستر كله بيبقى زيروز ما عدا الديجيت اللي هو بيسال عنها، يعني ال 3 دي هتبقى 0 وادي ديسيمال بوينت، ال 9 دي هتبقى 0 وال 4 دي هتبقى 4 زي ما هي، يبقى الاجابه 0.4. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا اكسباندد فورم، الاكسباندد فورم يا مستر ان انا بفك النمبر، طبعا انا عندي هنا ادي او تي اتش، حضرتك ال 1 في ال 1 زي ما هو، ال 1 في التنس الثانيه يبقى 0.1، كتبنا ال 1 خلاص يبقى 0.07، هتبقى الاجابه الاولى.
مستر 0.6 طبعا اكيد طالب ايكويفالنت، ليها حالات كتير، ليها صور كتير يا مستر، يعني ممكن تبقى مستر 0.6، ممكن تبقى 60 اوفر 100، مستر ممكن يكنسل الزيرو مع الزيرو تبقى 6 اوفر 10، ده في حاله البروبر. مستر ايه الحاله من دولك اللي عندي؟ مستر انا عندي 0.6. السؤال اللي بعده، نتاكد اول حاجه ان الدينومينيتورز زي بعض، زي بعض مستر، هنا 100 وهنا 100، هتبدا تجيب السم، تكتب ال 100 في الدينومينيتور حضرتك وتجيب السم للنوميريتور حضرتك، هتلاقي الاجابه عباره عن 60 100. طب يا مستر ال 60 100 مش موجوده، يبقى اكيد الديسمال بتاعتها، اللي هي هكتب ال 61 والديسمال بوينت افتر تو ديجيت. السؤال اللي بعده، جايب لنا هنا 2 and 8 tenths equals 2 and how many hundreds؟ مستر ايه اللي حصل؟ هو زود زيرو تحت هنا في الدينومينيتور، فانا هزود زيرو في النوميريتور فهيبقى الاجابه 80. مستر بيقول لك the decimal number represents the shaded parts in this model. طبعا انا عندي هنا 2 holes، هكتب 2. طبعا انا هعد الديسيمال بوينت وهعد الكولنز اللي باقيه، طب عم بعد بالتنس، هتقول لي هنا 10 20 30 40، انا عندي هنا 40 تنس 40 هندرد سوري. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا بليز فاليو، طبعا بليز فاليو بنكتب 1 10 100، يبقى انا هكتب المكان اللي هو واقف فيه. طب مستر حضرتك انا بتلخبط، حضرتك تبدا تكتب او وهنا المفروض تو ليفت تي اتش وتو رايت هتكتب برضو تي اتش. طب يا مستر هنا انا في 3، ال 3 دي واقفه فين؟ في تي، بس التي بتاعت الديسيمال فهيبقى 10، يبقى الاجابه هنا 10. السؤال اللي بعده جاب لك 5 بلس 0.5 بلس 0.01 وطلب منك ان انت تجيب السم، حضرتك هتبدا تكتب ال 5 في 1 ديسيمال بوينت 5 تنث وال 1 في 100، مفيش مشكله. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا وورد فورم اوف ذا نمبر 0.09، طبعا دي 9 وعشان هي واقفه في ال 100 فهنقول 900. السؤال اللي بعده مستر جاب لك هنا 2 tenths plus 80 hundredths. طبعا احنا السؤال ده في كذا طريقه تحلها، يا اما تكنسل من هنا 0 ومن هنا 0 هتبقى 8 over 10 وهنا 2 tenths، يا اما يا مستر انا قلت لك لما يكون عندك هنا 100 قول اسهل ان انت هتزود 0 تحت هنا وتزود 0 وتبدا تجيب السم. طبعا الدينومينيتور هنا 100، تبدا تجيب 20 plus 80 هتطلع برضو ب 100، 100 over 100 equals 1 whole. بيقول لك the standard form، standard form ان احنا بنكون النمبر، بنعمل forming النمبر بالديجيتس تاني، اجمعه كله على بعض. طبعا هو قال لك هنا 2 ones فهتكتب 2 decibel point 1 tenth 900 2.90. السؤال بعده جاب لك هنا ميكسد نمبر، طب في امبروبر فراكشن؟ لا يا مستر مفيش فراكشن، كل الارقام اللي عندي في الاجابات هنا ديسيمال، يبقى انا هعمل كونفرت انتو ديسيمال فهتكتب 24 اللي في النمريتور ديسيمال بوينت افتر تو ديجيت حضرتك وتكتب الهول 5.24. مستر 0.08 مور ذان مين، حضرتك هو طالب منك ان انت تكتب نمبر اصغر من ال 800. طبعا هندور على الاجابات المتبقيه عندنا هنا في 10 و0.05، طبعا هي دي الاجابه الترو اللي هي 0.05. السؤال اللي بعده مستر بيقول لك هنا 1 and 70 hundredths equals 1 and 7 كام؟ حضرتك كنسل 0 من فوق كنسل 0 من تحت حضرتك بقى لي 7 over 10. نروح للورد بروبلم.
طيب قلبي هنا في المسائل طبعا انا بعت لك الكلمات الداله على البلس والماينس والتايمز والديفايد عشان تبقى جاهز معايا لما نيجي نشتغل السيشن النهارده. تعال نقرا السؤال الاول كده ونشوف ايه اللي هو طالب. بيقول لك there were 72 students on the playground. عدد الطلاب كلها 72. They want to make teams with students with 9 students. عايزين يعملوا فرق ويقسموا الطلاب ان كل تيم يبقى جواه 9. مستر مفهوم المساله تقسيم، وتقسيم على طول يبقى divided by. يبقى حضرتك هنا هتبدا تقول 72 divided by 9 طبعا equals 8. وخلي بالك انت بتكتب الكلمه اللي بعد how many، هو قال لك ايه؟ how many ايه؟ teams. فانت هتكتب هنا كلمه teams ما تنساش. سؤال يقول لك سالم wrote 15 bytes to give to four friends. مستر هو معاه 15 وعايز يوزعهم على كام؟ 4. اكيد طبعا ال 15 مش موجوده في تيبل 4 فهيبقى في كوشنت وفي ريميندر، والمساله كده خلاص هي معناها ديفايد، فهتبدا تقول 15 ديفايدد باي 4. ايه اقرب حاجه يا مستر؟ حضرتك ال 3 وفي ريميندر. طب 3 تايمز 4 12 يتبقى لك كمان 3. ده المفروض المساله. طب يا مستر بيقول لك هاو كان سليم شير ذا بايز ايكوالي. طب هو هيوزعهم ايكوال ازاي؟ هتقول له each friend مثلا each friend share equal 3 pies. نصيب كل واحد 3. وبعد كده بيقول لك what is the remainder؟ فهتقول له the remainder equals 3. خلاص؟ السؤال اللي بعده مستر بيقول لك there are 48 mugs، معانا 48 mug that need to put in boxes and chip. حضرتك هنوزعهم على كراتين. بيقول لك 8 mugs can fit in each box. حضرتك كل كرتونه هتاخد 8. يبقى انا معنى كده مستر ان ال 48 دول هوزعهم او هقسمهم ل 8. هنقول 48 divided 8 طبعا equals 6. هتكتب الكلمه اللي هو كاتبها بعد how many يبقى boxes. السؤال اللي بعده يقول لك there were 540 crayons in the large bin. عندنا عدد الكرايونز اللي عندنا هنا 540. بيقول لك student were asked to put each 9 crayon in a small box. حضرتك التيتشر طلب منهم ان هم يحطوا كل 9 crayons في علب صغيره. طب يا مستر ده معناتها برضو تقسيم. هنعمل هنا divided by، هتبدا تقول 540 divided by 9 طبعا تطلع equals 60. تكتب كلمة بوكس. السؤال اللي بعده بيقول لك in an organization donated 84 بوكس. اتبرعنا بمنظمة اتبرعت ب 84 بوكس to a school. The box will be distributed equally. خلاص شكرا، هو هنا انا هعمل divided by، وزعناهم يبقى divided by. يبقى حضرتك ال 84 دولت اتوزعوا على كام؟ قال لك 6 كلاس رومز. يبقى انا هعمل هنا divided by 6. حضرتك تجيب الريزلت وتكتب في الاخر بوكس. السؤال اللي بعد بيقول لك رشيدة saved 545 LE to buy it. حضرتك حوشت المبلغ ده عشان تشتري لعبة. يقول لك she did this by saving 5 LE every day. حضرتك كل يوم بتحوش كل يوم بتحوش كل يوم بتحوش 5 LE. How many days were needed to save enough? حضرتك يا ترى هي احتاجت وقت قد ايه عشان تحوش المبلغ اللي كان مطلوب ده؟
حضرتك هنا هتبدأ تقول يا مستر أنا ال 545 هعملها divided by 5. هتطلع 109 days. ليه يا مستر؟ هو بيقول لك how يبقى هنا how 100 day عدد الأيام. السؤال اللي بعده بيقول لك أمير بوت a box of sticker يقول لك كده أمير بوت a box of stickers there were 92 stickers حضرتك معاه كله 92 بيقول لك he wanted to distribute خلاص مستر يبقى divided by فحضرتك هتبدا تعمل 92 divided by ال 4 وتجيب الريزلت هتطلع 23 وتكتب في الاخر stickers. السؤال اللي بعده بيقول لك there were 64 pencils. The pencils have to be divided equally. مستر divide يبقى 64 نعمل لها divided by 4. خلاص وتجيب الريزلت. طبعا في ريمارك. السؤال اللي بعده بيقول لك the owner of a juice fruit market has 480 paper cups معاك كل الكوبايات دي حضرتك. If you wanted to use the cups for 3 months حضرتك كان عايز يستخدم الكوبايات اللي عنده دي على 3 شهور يبقى اكيد هيوزع ال 480 على 3 months هتبدا تقول 480 divided by 3 وتجيب الريزلت. خلاص وتكتب هنا كابس. السؤال اللي بعده بيقول لك a train has 784 seats for passenger if there are 7 cars عندنا القطر كله فيه 7 cars وال 784 دول هيتوزعوا على ال 7 cars طب يا ترى كل عربيه يبقى فيها كام؟ بيقول لك how many seats in each car؟ حضرتك هتبدا تعمل 784 divided by 7 وتجيب الريزلت وتكتب في الاخر هو قال لك how many ايه؟ 6 حضرتك هنا تكتب 6. السؤال اللي بعده يحيى بليزد 21 juice bottles equally equal على طول من كلمات divided by فهتبدا تعمل 24 divided by 3 tables يا ترى كل تيبل هتاخد كام؟ قال لك هتاخد 7 juice bottles. السؤال اللي بعده يقول لك مازن need 3/4 kilogram of sugar for his sweet recipe. حضرتك انا عاوز احط في البوكس اللي قدامي ده 3/4 كيلوغرام شوجر خلاص بيقول لك هي هاز ا ميجرينج كاب هو عنده كوبايه بيعاير بيها فحضرتك الكوبايه ديت بتاخد قد ايه بتقول لك ذات هولدز 1/4 او 1/4 كيلوغرام شوجر حضرتك يعني انا شايل الكوبايه اهو الكوبايه اللي في ايدي دي انا شايلها يا مستر وعبيت شوجر فلما تحط هنا مثلا هتبقى لي كده مثلا على سبيل المثال البارت اللي انا عملتها ديت يا مستر بتمثل لي 1/4 دي كده 1/4 طب انا عايز 3/4 هيجوا ازاي فحضرتك هتضطر ان انت تجيب كمان مره هتقوم عامل يا مستر ادي كمان مره اهو دي بكام دي 1/4 كمان انا عايزهم 3/4 طب يا مستر هتضطر كمان مره تجيبها كمان مره طب دول كام مرة دولت حضرتك أنا عبيت الكوباية ومليت كام مرة حضرتك أنا ثلاث مرات 3 times هنا السؤال بيقول لك how many times will he need to fill the measure cup for his recipe حضرتك هو محتاج يملى الكوباية بتاعته كام مرة عشان يوصل للمعيار اللي هو عاوزه
حضرتك هتقول له 3 تايمز. السؤال اللي بعده بيقول لك هاني drank 1 and 3 8 liter of water. Samira drank 1 and 5 8 liter of water. How many liters of water did Hani and Samir drink together? طبعا together من كلمات البلس، فهتجيب السم ل 1 and 3 8 plus 1 and 5 8. هتجمع الهولز، هتلاقي عندك هنا 2 هولز، وتكتب الدينومينيتور. حضرتك هتبدأ تجمع الفراكشن، في عندنا 3 هنا 5، 3 plus 5 equals 8. طبعا مستر 8 over 8 equals 1 هول، ده ب 1 هول، ودلوقتي يا مستر معايا 2 هولز، يبقى كله 3 هولز، وما تنساش تكتب كلمة ليتر. السؤال اللي بعده بيقول لك بد بوت 1.5 كيلوجرام اوف شوجر، 2.5 كيلوجرام اوف فلور، اند 1.5 كيلوجرام اوف رايس. What is the total؟ حضرتك انا هجيب السم لل 3 فراكشنز اللي عندنا دولت. مستر انا عارف ان هاف وهاف بيديني 1 هول، فهتبدا تقول لي مستر انا معايا هاف اهو، وكمان هاف، هاف وهاف يبقى بالنسبه لنا 1 هول، 1 هول وكمان 1 هول يبقى 2 هولز، طب 2 هولز وكمان 2 هولز يبقى 4 هولز، 4 هولز وكمان 1 هول يبقى مستر انا معايا 5 هولز. في فراكشن لسه ما خدتوش يا مستر اللي هو الهاف، اكتبه بره، يبقى 5 and half كيلوجرام. ده حضرتك السم بتاعت الفراكشنز اللي عندي. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك each of Osman and Ramzi has a bar of sweet of the same size. معهم قطعتين حلوة قد بعض. بيقول لك if Osman ate for six of his bar and Ramzi ate for eight. Who ate more؟ خلي بالك who يعني مين. طب حضرتك عثمان ate for six، طب رمزي 8 4 8. مستر حضرتك هنا كومبير النيميريتور ايكوال، فلما بنبص على الدينومينيتور ونبص تحت بنعكس الصغير هو الكبير. مين الصغير ال 6 ولا ال 8؟ مستر ال 6. يبقى هنا 4 and 6 is more than 4 and 8. طب مين اللي اكل 4 and 6؟ حضرتك ده مين؟ عثمان. يبقى حضرتك هتروح تقول له عثمان لازم تكتب 8 more. سؤال بقى بيقول لك نركز في المثال دوت لانه موجود اعتقد مره كمان. بيقول لك امير has 12 cakes he ate one fourth of them. How many cakes did امير ate؟ حضرتك هنا هو اكل ربعهم. طب عشان اجيب ربعهم ازاي؟ حضرتك طبعا هنا هنبدا نقول 12 هنعملها divided by الفور اللي عندنا، هتبدا تقول 12 divided 4 هتطلع بكام؟ 3 cakes. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك نبيل has 9 cakes. طيب السؤال ده بقى اللي يعني هنركز فيه شويه. بيقول لك نبيل has 9 cakes 2 thirds of them chocolate. How many chocolate cakes؟ يا ترى معاه how many chocolate؟ حبايب قلبي السؤال اللي فوق انا هرجع له تاني اللي هو 204. في 204 هنا يا شباب ليه طريقه حل تانيه. يا حضرتك هتبدا تقول انا عايز اجيب الفورث لل 12، فهتبدا تقول يا مستر ال 12 دي المفروض ان انا اعمل لها تايمز فورث، ونعتبر ان ال 12 دي 12 اوفر 1، وبتبدا تجيب البرودكت للنيميريتورز، يعني تقول 12 تايمز 1 ايكوالز 12، 1 تايمز 4 ايكوالز 4، ومن هنا جيت الديفايد اللي انا حليت بيها على طول. ليه يا مستر انت حليت على طول بالديفايد؟ لان الفور في الدينومينيتور بالنسبه للفراكشن، فانا اخدتها على طول كديفايد. هنا طبعا 12 اوفر 4 معناتها 12 ديفايدد باي 4 اللي هي هتطلع ايكوالز 3. طب انت ليه عدت السؤال تاني بطريقه تانيه؟ عشان السؤال اللي بعده اللي هو 204، بس هنا الفراكشن عندنا في نيميريتور في دينومينيتور، فانا هنا مضطر ان انا احلها بالتايمز اللي هي الفكره التانيه. ازاي يا مستر؟ حضرتك هتبدا تقول 9 تايمز 2 اوفر 3. طبعا ال 9 هولز انا بعتبرها ان هي 9 اوفر 1، وابدا اجيب البرودكت للنيميريتور والبرودكت للدينامينيتور. هتبدا تقول 2 تايمز 9 ايكوالز 18.
بعد كده مستر هتبدأ تقول 1 times 3 equals 3. مستر بقت 18 over 3 يعني 18 divided 3 طبعا equals 6، وتكتب له chocolate cakes. في الآخر تكتب له chocolate cakes. بيقول لك منار is making a drink that requires 5-8 liters of milk. حضرتك هنا هي عايزة تعمل كيكة ومحتاجة 5-8 liters of milk. بيقول لك and she only has 2-8. مستر حضرتك هي ما هيش الا 2-8، لا انا عايز 5. طب يبقى معنى كده ان انا هزود، محتاج زياده. طب هزود كام؟ ال 2 هتزيد كام عشان تبقى 5؟ سامع بتقولي 3، يبقى انا مستر هنا هزود 3-8. طب جيت منين يا مستر برضو بطريقه ثانيه؟ حضرتك اللي انا محتاجه اللي هو ال 5-8 هكنسل منه ال 2-8 يعني ماينس، هيجي لنا الديفرنس اللي عندنا اللي هو 3-8. السؤال اللي بعده بيقول لك سميرة cut a cake into 8 equal parts. قسمت الكيكة اللي عندها ل 8 equal parts. بيقول لك she ate one part of them. يعني يا مستر one part؟ يعني 1 over 8 ده اللي أكلته. بيقول لك what is the fraction represents the remaining parts. لا لا مش عايز اللي هي أكلته ده، هي عايز الفراكشن اللي بيمثل الباقي. طب يا مستر هم مش كانوا 8، أكلت منهم 1 يتبقى لنا كام؟ طبعا ناكل 1 هيتبقى لنا 7. طيب يتبقى لنا 7 من كام؟ من 8، يبقى الفراكشن بتاعنا 7/8. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك ادم درانك 0.6 لتر اوف جوس. اللي هو ايه 0.6 ده مستر؟ اللي هو 6 تنس، اللي 6 اوفر 10. عمر درانك 4 تنس liter of juice. Who يعني من؟ Who drank more؟ حضرتك هنا عندنا 6 tenths وعندنا هنا 4 tenths. مين يا مستر الأكبر؟ 6 tenths ولا 4 tenths؟ طبعا يا مستر 6 tenths لأن أنا بعمل compare في النيميريتور، والنيميريتور عادي كبير كبير. مستر حضرتك طب ال 6 tenths دي بتاعت مين؟ بتاعت آدم. شطور يا آدم. يبقى آدم هنا 8 more. السؤال اللي بعده يقول لك زاهر has a number of seeds. On Friday he planted 3/9 of them and he planted 5/9 of them on Saturday. حضرتك هنا هو زرع مرتين 3/9 و 5/9. يقول لك what fraction represents the seed that زاهر planted in both of the two days. هذاك both دي طبعا من كلمات البلس، فهتبدأ تجيب السم للثري ناينز مع الفايف ناينز. طبعا سهلة جدا، ثري ناينز بلس فايف ناينز equals ايت ناينز. السؤال اللي بعده بيقول لك أيمن finished the 2/7 of the homework before his coming back home. What is the fraction represent the remaining? حضرتك هنا لازم تبقى عارف ان الواجب كله على بعض ده يعتبر one whole. One whole يعني ايه؟ يعني 7/7. 7 over 7. اشمعنى يا مستر 7/7؟ لان هنا عندنا الدينومينيتور في الفراكشن اللي هو مديهولي 7. فانا ال one whole هحوله لفراكشن ل 7 over 7. طب يا مستر انا عايز اعرف الريميننج. الريميننج طبعا من كلمات الماينس، عايز اعرف الباقي. حضرتك هتبدا تعمل سبتراكت مع 2/7. هتلاقي الريميننج بالنسبه لنا عباره عن 5/7. السؤال اللي بعده بيقول لك هانا سبينز 1/10 from her pocket money to buy it. هي صرفت 1/10. بيقول لك what fraction represents the remaining. حضرتك خلاص بقى انا عرفت ان التوتال ماني ده 1 هول، وال 1 هول ده انا بحوله لفراكشن. الفراكشن دوت حسب الدينومينيتور اللي عندي. هنا الدينومينيتور كام؟ 10. يبقى هنا الفراكشن بتاعي هيبقى 10 over 10. ونبدا نجيب الريميننج ماينس ماينس اللي هي صرفته اللي هو ال 1/10. حضرتك هيطلع لك 9/10. طبعا يا ريت الاسئله تجيب لك حاجات تافهه خالص. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا سمير ريد 3/10 of his book on my plate خلاص and 5500 of it on Friday. What the fraction represents the parts that Samir read from the book. حضرتك هنا هو عايز يعرف سمير قرا كليه كام لحد دلوقتي توتالي. يعني حضرتك هنا هتعمل سم.
طب يا مستر لحظه واحده، ده الفراكشن هنا الدينومينيتور 100 وهنا 10، فانت عشان تشتغل هتزود 0 تحت 0، فانا هتبقى عباره عن 30 hundredths بلس 55 hundredths، وتبدا تجيب السم للكلام ده. حضرتك هتقول 5 بلس 0 5، 3 بلس 5 هتطلع 8، والدينومينيتور 100. السؤال اللي بعده: If my nurse bottles contain 6/10 liter of oil, Hannah's bottle contain 0.75, which bottle contains more? يا ترى مين اللي عنده اكتر؟ طب لحظه واحده، هنا عندك حاجه من الاثنين، يا تحول الديسيمال لفراكشن، يا تحول تعمل كونفرت للفراكشن للديسيمال. طبعا الفراكشن للديسيمال ده اسهل، الديسيمال اسهل، فال 6 تنس دي هتعتبرها 0.6. تعالى بقى نعمل الكومبير، ادي 0.6 وهنا 0.75. مستر حضرتك هنا هتبدا تزود كمان زيرو هنا في ال 100، لان معايا 0.6 دي 0.75، طبعا ال 75 از مور، فهتقول له هانز بوتل از مور. خلاص هانز بوتل از مور. السؤال اللي بعده بيقول لك a piece of what of length 12 15 meter, another piece of wood of length 9 15 meter, what is the length طبعا of the two pieces of wood together. يبقى انا هجيب السم، حضرتك هنا هتبدا تقول له 12 over 15 plus حضرتك 9 over ال 15. هتجيب السم يا مستر، هتلاقي ان انت عندك 21 over 15 متر. حبيبي اعملها convert into mixed، حضرتك هتبدا تكتب الدينومينيتور اللي هو ال 15، هتبدا تسال ال 21 فيها كام، 15 فيها 1 mixed. طب من 15 لل 21 اعمل ماينس ما بينهم، هتلاقي الديفرنس 6. بيقول لك how many small pieces of wood of length 0.1، بيقول لك يا ترى انت عندك كام زيرو، كام 1/10 هنا can be cut from another big piece of length 0.7. ال 0.7 دي فيها كام 0.1؟ واضحه جدا. طبعا هنا مستر لما تقسم ال 0.1 وتعملها ديكومبوز هتلاقي عندك ان ال 0.7 هتدي لك 7 بارتس. السؤال اللي بعده بيقول لك جمال's home is 0.44 كيلومتر from the school while Hani's home is 6/10 from the school. Who has to walk a long distance to school. حضرتك هو بيدي لك هنا المسافتين بتاعت جمال وبتاعت هاني، وبيقول لك يا جميل يا ترى مين هيمشي اكتر. حضرتك انت تعمل كومبير، طبعا ال 6/10 احنا لسه عاملينها ب 0.6، هتعمل كومبير بتوين ال 0.6 وال 0.44. حبيبي هتبدا تزود زيرو هنا، هتبقى 60 وهنا 44، طبعا ال 60 اكتر، فهتقول له هاني. هاني مين اللي هيمشي اكتر؟ هاني يا مستر، هاني will walk a long distance. بيقول لك هانز بوت ا بيس اوف كلوث اوف لينكس 8/10 متر اند مونا بوت انذر بيس اوف لينكس 2500 متر. What is the total؟ هنا طالب total sum، سهلة جدا، في حضرتك هتبدأ تكتب 2500 بلس ال 8/10، طبعا 10 مش هتنفع فهتزود 0 تحت 0 فوق، فهتجيب السم، هتلاقي السم هنا 105 over 100. مستر عندك حل من الاثنين، يا تكتبها ديسيمال يا تكتبها ميكسد. طبعا الميكسد احنا متعودين عليه ال1 اللي في ال100 ده على طول بينزل هنا اهو، هتبدا تقول دي عباره عن 1 and 5
حضرت الكلام ده اتدربنا عليه وحلناه قبل كده. آخر سؤال معانا بيقول لك حسام walked 5 10 كيلومتر then he walked 2100 كيلومتر how long did he walk to home. حضرتك مطلوب ان هو تحسب السم ليهم، هتبدأ تقول 5 10 plus 2100 طبعا هتزود يا جميل هنا 0 وهنا 0 وتبدأ تجيب السم. ادي ال 100 تحت عندنا ما فيهاش مشكله، هتلاقي فوق 71. ما تنساش تكتب كيلومتر.